وهذا اللي يؤكده السيد اياد جمال الدين. لكن المهزله التي ارتكبتها قنوات الاخوان انها بثت، اقتطعت هذا الشريط وبثته على اساس القصد منه الاساءه الى مشير العرب رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، وهم معتمدين على غياب المعلومه عن المشاهد المصري. هم وجدوا رجل دين فقالوا بس هذا ايراني، وهو عدو ايراني رقم واحد. شوفوا من هو، يعني مرة أخرى، من هو السيد إياد جمال الدين؟ هو ليبرالي، رجل علم وسياسة، عراقي عروبي يفضح كل أطماع الإقليمية